السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنشكروا الجمهور الكريم والاساتذه ديالنا والناس اللي بذلوا جهدهم معنا في هذا العام. نقدم لكم العرض ديالي. غادي نتكلم على الاساتذه كيفاش كيكونوا الدروس ديالهم كيفاش كيدوزوا. السلام عليكم ورحمه الله. قبل ما نبداو ديال الحصه عندي واحد المعطيات ديالنا الحجاجيه تسنى في هذه المراحل وبالتالي انا ما عندي حتى شي دخل. اذا السياق اللي خدينا مع التلميذ هو ممكن اي واحد نتاخذو معاه، اذا في المقابل ما عندي حتى شي دخل. وسي محمد هذه المره منين تمشي عنده قول لي هذه الهضره. اذا ناخذوا النص صفحه 110. هنا الكاتب حاول يدوي لنا على واحد علاقه وديه كاينه في هذا معايا الكيوان ديالنا. عندي لو بحبك لا فورمات الابوري الالغوريث كي بيرمي على التيليزاتور دي كالكولي انصوم دان نومبر اكس 1 اكس 2 من بعد غنلعبوا الفولي غنديروا ليا ان جرو هنا كيكونوا لي زاتاكو ما كنلعبش مع با لو انا ما انت كتفرش فيا سيري وين شيبي شبني مال ولكن كل سنة نقول لك شبيل وكنحترم جميع الأساتذة ولكن شيء حرج.